بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لسؤالكم عن مؤتمر وارسو ووجود صورة جماعية فيها نائب وزير الخارجية مع رئيس ويظهر فيها رئيس وزراء الكيان الغاصب، يعني على المستوى الشخصي أنا لا أتمنى أن تكون هناك صورة تجمع أي مسؤول عربي أو مسلم أو حتى في العالم مع رئيس وزراء هذا الكيان الغاصب، ليس فقط كويتي. هذا رأيي على المستوى الشخصي وهو معروف ومعلن، لكن في الوقت ذاته لا يمكن أن نسمح لأحد أن يقلل من دور الكويت أميرا وبرلمانا وحكومة في الدفاع عن هذه القضية الشرعية والقومية، ألا وهي القضية الفلسطينية، وأنها في مقدمة سلم الأولويات بالنسبة لنا. نعم، الكويت تشارك في المحافل الدولية، تشارك عندما تكون هناك دعوة من المجتمع الدولي، تشارك وتدافع عن القضية الفلسطينية، وأنا بكل فخر واعتزاز أشكر كل القوى السياسية ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني اللي كان لها يعني مواقف مبدئية ودائما تنتفض مناصرة ومساندة لهذه القضية، وكانت دائما هم كمجتمعات أطراف خارج المجلس وأيضا الغالبية الساحقة من نواب المجلس، ولمسنا هذا الأمر كدعم ومساندة عندما كان للبرلمان الكويتي مواقف كثيرة وقوية ومؤثرة، لعل أبرزها طرد وفد الكيان الصهيوني في سانت بيترسبرغ، طرده من الاتحاد البرلماني، من قاعة الاتحاد البرلماني الدولي، واللي أول من ساندنا ودعمنا هو حضرة صاحب السمو أمير البلاد عندما أرسل لنا رسالة دعم وتأييد ومساندة في أقل من 12 ساعة من وصولنا، فلهم كل التحية والتقدير. وأيضا أعتقد ما في حاجة لتأكيد المؤكد وهو موقف الكويت من القضية الفلسطينية، لكن ما يثير الاستغراب أن أحد القوى السياسية أو بعض عدد قليل من القوى السياسية أو بعض عدد قليل من النواب والقوى اللي مو البيان المشترك اللي تصدر بيانات بروحها تزايد على هذه القضية، ما يثير الاستغراب أنه لما كان البرلمان الكويتي يتخذ مواقف قوية وبارزة ومؤثرة ضد وفد الكيان الصهيوني كانوا يصمتون صمت القبور ولا يتحدثون عن هذه القضية وكأنها لا تعنيهم. لكن إذا كانت هذه القضية وسيلة أو طريق أو جسر لإثارة أي لغط داخلي، نراهم دائما يخرجون ببيانات وبتصريح فقط هدفهم التصعيد. أنا أعتقد يعني بعض هذه القوة اللي يمكن يعني تأثيرهم في الشارع ما يتجاوز 5 أو 6 مواطنين بعد ما يعني كشفت أكاذيب رموزهم وخداعهم للشعب الكويتي، وبينت يعني الأيام مواقفهم اللي كنا احنا كاشفينهم منذ زمن طويل. انتم آخر ناس تتحدثون عن القضية الفلسطينية وآخر ناس تزايدون على هذه القضية، عندما كنا ندافع عن هذه القضية وكنا نواجه الوفود الكيان الصهيوني، أنتوا كنتوا كعادتكم تختبئون وراء الـ ما بيأكمل يعني حقيقة، لكن موقفكم كان واضح للجميع أن في على أقل تقدير كنتوا تصمتون صمت القبور، فلا يحق لكم أنتم تحديدا التحدث عن الكويت ومواقفها أميرا أو حتى على الصعيد البرلماني والصعيد الحكومي، وخلكم على مواقفكم الهاربة اللي هي نهجكم ومنهجكم، ولا تتحدثوا باسم أي كويتي لأن لا يحق لهم ذلك. أنا كرئيس لمجلس الأمة أمثل الأمة وأتحدث باسم الأمة وأؤكد على ثبات الكويت على سياسة حضرة صاحب السمو أمير البلاد بأننا آخر من يطبع مع هذا الكيان المحتل الغاصب، وسنستمر في جهودنا لمواجهته. أما اللي اختبأوا في السابق لا تطلعون رؤوسكم الآن، لأن ما لكم أي علاقة في القضية الفلسطينية. شاكرا مرة أخرى القوى السياسية وجمعيات النفع العام والنواب
اللي كان لهم مواقف واضحة من البداية من هذه القضية، ونقول لهم ما نستغني عن دعمكم ومساندتكم في كل المحافل الدولية. كبرلمان كويتي سنؤدي كل ما علينا بالنسبة لهذا القضية. أيضا هناك دعوة من الأخ بالتنسيق معي، الأخ رئيس لجنة الشؤون الخارجية، ستتم دعوة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والأخوة في الخارجية، وسنناقش هذه الأمور في اللجنة الخارجية. لكن لا حد يزايد على سياسة الكويت الخارجية، وشكرا لكم. الأمر الآخر، أيضا كان هناك اجتماع أنا أعتقد إيجابي مع الوفد الصيني القادم إلى الكويت، ونتمنى أن تكون هناك فعلا شراكة كويتية صينية تكون في مصلحة البلدين والطرفين. ما تم نقاش اليوم في الاجتماع اللي تم معانا هو سؤالهم أو رغبتهم في معرفة الإجراءات التي تتم في الكويت، وأوضحنا لهم بأننا دولة مؤسسات، وأي أمر جديد يتعلق بمنطقة اقتصادية يجب أن يمر عبر البرلمان وفق قانون خاص، وهذا الأمر نحن بانتظار الحكومة أن تقدمه إلى البرلمان، ومن ثم البرلمان سيبدي رأيه فيه. لكن يعني ما يثار بأن البرلمان ممكن يعطل أو يأخر أو الكذا، الإجراءات لا يوجد فيها تأخير أو تعطيل، متى ما قدم سيدرس، وأنا متأكد أن سنصل إلى صيغة توافقية، متمنيا للجانبين الكويتي والصيني كل التوفيق في أي أمر يحقق مصلحة البلدين. شكراً.